للحديث مشاهدينا عن تطورات انتفاضة تشرين، معنا هاتفيا من فيينا السيد ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. مرحبا بك أستاذ ضياء. إذن هذا هو الشهر الثاني والانتفاضة مستمرة بوتيرة متصاعدة، كيف تقرأ تفاعل العراقيين مع هذه التظاهرات؟ والله تفاعل العراقيين إذا كان المقصود فيه في خارج العراق، حقيقة موجود هذا التفاعل وموجود الاعتصامات والمظاهرات. يعني اليوم على سبيل المثال، اليوم اكو تظاهرة عراقية في فيينا أمام السفارة العراقية، تضامنا مع الشعب العراقي وتضامنا مع المتظاهرين في العراق. وفي شباب هنا موجودين كثار أنه يحاولون يوصلون جزء من مطالب المتظاهرين الموجودين في ساحة التحرير من الكمامات أو البطانيات أو ما يحتاجوها المتظاهرين. تفاعل العراقيين حقيقة لأول مرة أشعر في هذه المرحلة، أنا صار لي فترة طويلة في النمسا، يعني أكثر من 40 سنة، لأول مرة ألاحظ العراقيين والشباب العراقيين حقيقة نفتخر بهم كيف يتضامنون مع أخوانهم وكيف متضامنين في ساحة التحرير. لحد هذه اللحظة كنت أتوقع أنه هذا العراق انتهى ولا يمكن أنه إعادته، بس هذا الشباب الموجودين إذا كانوا في العراق وإذا كانوا في النمسا حقيقة هم رفعة رأس في العراق ورفعة رأس لكل العراقيين ومثلا أعلى للدول العربية والعالم الإسلامي بصيغة عامة، أنه هذول العراقيين الموجودين في ساحة التحرير في ساحة العز والكرامة أثبتوا جدارتهم، أثبتوا موقفهم، أثبتوا أنهم قادرين على رد الظلم الذي انتهكته هذه الحكومة العراقية. أستاذ ضياء، مدن الجنوب شهدت ولا تزال تشهد يعني تفاعلا كبيرا في التظاهر، ويعني هناك عشرات الجرحى في البصرة مثلا، كيف ترى هذه المشاركة الفاعلة من مدن الجنوب؟ أنا من الديوانية، طبعا مدن الجنوب هي انتفضت أيضا وكل محافظات الجنوب. اليوم نسمع أنه في أم قصر وميناء أم قصر كيف قاموا الموجودين في المتظاهرين والمعتصمين، كيف واجهوا الأسلحة بالنار وانقتل وصارت فيها شهداء اليوم. هاي بالمناطق الجنوبية أخي، الجنوبية الكربلة أعطت شهداء، يعني أعطت شهداء وقتلوهم، معروفين هويتهم ومعروف جنسيتهم، هم كلهم إيرانيين وتبعية إيرانية. حقيقة التضامن الشعب العراقي قلت لك هذا فخر. الحكومة العراقية اللي سوتها كل هاي المدة 16 سنة أجبرت العراقيين على لحمة العراق، هذا الشيء اللي هي العراقيين اتفقوا أنه لا يمكن التغيير بدون لحمة العراق، بدون حب العراق. وفعلا أثبتوا العراقيين، الشباب العراقيين هذا الجيل أثبتوا أنه عندهم عزة وكرامة، وممكن هذا الشعب أن يكون مثلا أعلى لكل العالم. هناك اعتقالات ولكن بالمئات في المقابل أستاذ ضياء في محافظة ذي قار مثلا، برأيك هل ستنجح الحكومة بهذا الأسلوب القمعي لكبح جماح التظاهرات والناشطين؟ الحكومة العراقية سقطت من زمان، يعني لا توجد حكومة عراقية. اللي موقف الحكومة العراقية على أرجلها هي هذه الميليشيات الإيرانية الصفوية اللي موجودة في العراق. الحكومة لا يمكن، هذه الاعتقالات مع الأسف قاعد يصير وجزء بها ضحايا وقتلى وشهداء راح يروحون فيها، ولكن الحكومة العراقية لا يمكن تستمر بهذه الحالة. يأتي يوما وتتنحى. أنا أنصح الحكومة خلي يطلعون بوجه أسود قبل ما يسودوا بعد أكثر، لأنه السواد هو يعني وجوههم سوداء، يعني لا يمكن أن تبيضوا هذه الوجوه. كل الحكام الموجودين في العراق يعني حقيقة أباحوا للعراق عبثا. طيب، منظمة العفو الدولية ذكرت في تقريرها أن قوات الأمن استخدمت قنابل عسكرية هجومية ضد المتظاهرين، هل باتت قنابل الغاز هذه بديلا عن رصاص القناصين؟ هي حتى أعتقد أنتم سمعتوا أنه حتى الأسلحة اللي قاعد يستعملوها المسيلة للدموع هذه بها غازات وغازات محرمة دوليا،
محرمة دوليا، وهذه الغازات التي يستعملوها يعني حتى بالحالة الحروب ممنوع تستعمل هذه الغازات. يعني غاز الخردل قاعد يستعملوه، هذا غاز محرم دوليا. يعني مع الأسف العالم كله والولايات المتحدة الأمريكية للداعب حقوق الإنسان والداعب انتهاكات حقوق الإنسان ومجاميعها اللي جابتهم نصبتهم على أرقاب العراقيين يستعملون الأسلحة، وهذه تدعي أنها حقوق الإنسان. أي حقوق الإنسان إذا تدعي بها الولايات المتحدة الأمريكية وكشفت عن أنيابها حينما تدافع عن هذه الحكومة ومسيرة هذه الحكومة؟ طيب، أي دلالة برأيك قيام المتظاهرين بتمزيق صور الخميني وخمنئي وخصوصا في مدن جنوب العراق ووسطه، أي دلالة تحمل؟ أخي، مزقت صور الخميني من زمان في قلوب العراقيين، والآن صارت تمزيقها علني. نعم. الآن صار التمزيق مالها علني، ولكن في داخل العراقيين يعرفون من هو الخميني ومن هو الخامنئي. واحنا نعرف انه الحروب الحرب العراقيه الايرانيه ليست كانت انه ضد النظام او اذا هي كانت ضد الشعب العراقي، وقاعد يثبت الشعب وقاعد يثبتون الايرانيين وحكام ايران يثبتون انه هم عدائهم للعراق ليست عداء الى 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 شخص او الى مجموعه معينه او الى شريحه معينه، بل هم عدائهم لكل العراقيين الموجودين في المناطق الجنوبيه. اخي، الاغلبيه الموجوده لازم نعترف بها ان الاغلبيه هي الشيعيه الموجوده، هم قاعد يقتلون الشيعه. القتال ليست هو شيعي، بالعكس القتال هو شيعي فارسي بالوقت الحاضر. لازم يعرف عربي فارسي، هذا هو القتال. والعراقيين قاعد ينادون بأعلى صوتهم راح نصوم سوا ونفطر سوا، راح نعيد سوا ونفطر سوا. هذه الشعارات قبل ما كانت موجودة، كانت تتحكم بها المرجعية وبعض رجال الدين الذي ذو النفوس الضعيفة. الآن ربما هناك تطور نوعي في مسار هذه الانتفاضة، يعني سلوك انتفاضة تشرين طريق الإضرابات العامة أو الاعتصامات المدنية المفتوحة، كيف ترى أهميتها؟ هذه أهميتها مهمة جدا، بس الأهم من عندها هو أنه المتظاهرين والمعتصمين أن يكونوا بذور جديدة لتكوين حكومة جديدة ليست فقط كتابتها وإنما فعلا قاعد يباشرون بها. وإحنا قاعد نرى ماذا يحدث بالساحات، الدخول إلى المنطقة الخضراء وإسقاط الحكومة هذا شيء مهم. أهم الأشياء أنه إسقاط هذه الحكومة. هذه الحكومة لا تخجل ولا تستحي ولا عندها أي ذمة من الغيرة، لأنه ذول الناس اجوا على ظهر الدبابه الامريكيه والتكتك راح تخرجهم حقيقه. نعم. انتهاكات لحقوق الانسان يوميا، ينتهك حقوق الانسان وكل ساعه وكل دقيقه الانتهاك، وتسمع الحكومه ويسمعون السلطان وتسمع المرجعيه ولا يحرك ساكن. هذه الامور يجب على المتظاهرين انه حتى ينقذون العراق والعراقيين من المحنه الموجود بها، اسقاط الحكومة ودخول إلى المنطقة الخضراء وطرد هؤلاء الناس المتحكمين وإحالتهم إلى القضاء عادل من قبل المتظاهرين ومن قبل الشعب العراقي، ويرى الحكم الذي يصدر بحق هؤلاء. نعم. سرقوا البلاد وقتلوا البلاد وعذبوا البلاد واغتالوا البلاد واغتصبوا النساء والرجال والأطفال والشيوخ. هذه الحكومة هي يجب أن تزال ولا يمكن أن تبقى يوما واحدا. هناك من يقول أن هذه الحكومة تراهن على عامل الوقت، يعني برأيك لا يصب عامل الوقت في مصلحة المتظاهرين مع التحاق فئات كبيرة من الشعب بهم؟ التحاق الكبير معهم من الشعب، هم صح قاعد يراهنون على عامل الوقت، وهذا أسلوب فارسي متعلمين عليه. هذا خلينا نقرأ التاريخ الفارسي كيف يتعاملون بالحروب. الاسلوب هذا الاسلوب فارسي، انه قاعد يراهنون السبه والشتمه يعني هم ما عد اخي هذول ما عندهم كرامه، قد ما السبه يعني ما يعني شيء، لان هو متعلم، هو ما عنده كرامه، فاقد كل شيء، الفاقد كل شيء لا يمكن تكون عنده كرامه، ليست انسان عربي حينما تهين الكرامه مالته ينتفض. هذول ما عندهم كرامه، نعم هم يراهنون على اطاله الفتره، كل ما طيل الفتره راح يقولون المتظاهرين راح يتعبون، والمتظاهرين راح قسم من عندهم يصير خيبة أمل، والخيبة الأمل ترجعهم إلى بيوتهم.
اكو هذه النظريات عده، يعني هاي نظريات موجوده بالعالم السياسه وهم يستعملون هذه النظريه، انتظر خلي يسبوكم خلي يشتموكم. طيب، وانتظروا الى نهايه المطاف. ما تقييمك للموقف الدولي مما يحصل خصوصا مع اعمال القتل المروعه للمتظاهرين؟ حقيقه دول العالم يعني صارت تحركات دوليه، صارت تحركات اعلاميه، بس لحد الان لا تكفي بالغرض. المفروض دول العالم ان تتحرك يا اخي. في ساحه الميدان في مصر 36 شهيد راحوا، بدلت حكومه، احنا كم شهيد اعطينا لحد هذه اللحظه؟ مئات. وكانت فقط في ساحه الميدان، احنا كل 9 محافظات في الجنوب انتفضت، 9 محافظات تقدم الشهداء، بس في كربلاء قدموا 60 شهيد. يعني هل معقول العالم الدولي ما قاعد يشوف؟ ما تطلب الولايات المتحده الامريكيه بالتنحي عن هذه الدوله؟ كيف طلبوا من حسني مبارك انه يتنحوا من هذه الدوله؟ اذا ازدواجيه المعايير موجوده، ولا نعمل على المجتمع الدولي، احنا نعول على الشباب العراقيين الموجودين في ساحه العز والكرامه في كل العراق. اشكرك شكرا جزيلا سيد ضياء الشمري من المنظمه العربيه لحقوق الانسان في النفسه.